أيوة يا زمن يا زمن حالات يصعب معي وهموم في مهجتي ترحالها وحلها يا ليل يا زمن حالات يصعب معي حلها وهموم في مهجتي ترحالها وحلها يا ليل قالوا الصبر بالفرج ليت الصبر حلها ويضيق صدري واصرخ يا دنيا وسعي غبي يا نفسي مآسي من المصر أوسعي يا بغبي يا نفسي مآسي من المصر أوسعي يا من دائها من دائها داوها ومن مرها حلها يا ليل أشكركم أشكركم هلا بطل هلا بقى ما تسمح لنا ما تسمح لنا مشياني وعمت الدلع We'll be right back.
يلا طبعا شكرا للمنظمين ورعاة هذا الحفل العزيزين الرفيات وإياد النقيب، هن اللي كانوا هذا الحفل الجميل برعايتهم. حبيبي يا إياد، كل العالم تتواصل معك، أول ما تعرفت عليه لإياد، اسمعوا يا شباب، يا شباب اسمعوا، هذا إياد النقيب تعرفت عليه أول شيء، إجا لعندي بسيارة لانسر مكسرة، جاء لعندي على المطار. قال لي بدك تعمل لنا حفلة دخيلك، وإجا لعندي على نزل لعندي ليتفق معي على حفلة، هربت يا إياد، راح أحكي عنك. راح لعندي هيك ولابس لك بنطلون جونز مدري شو جاي لعندي. عمل حفل الزلمه نقشت معه ربع فيها يمكن 200,000. فالاستاذ اياد ثاني مره جاي لعندي بالمرسيدس الكشف واشترى سطوح. وهليك يا ابي هلا بدي غني لكم اجمل ما تغزل به الرجل الى المراه. شو قال له؟ قال لا صاير باليوم القاسي تذكرك ألف مرة تراهيت مع التصغير ما يتعيش قال مرة من يوم شفتك لليوم طاير من عيون النوم معلوم بحبك معلوم أول وآخر
كنت مرة بجبينك تمر عجب مي تضيع كنت مرة الله يلي القمر بجبينك تمر تمر وإذا ديارنا ما بدك تمر ولا شو خليتني زي يا قلبي عن عني ما عوني يا قلبي عن عني ما عوني لأنه الدهر عرب شالو يا ريما ما عوني وأتاكم هيك دمعي على